وماذا بعد؟ حييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا. بعرف ما في ولا لبناني كان بلبنان ولا بالخارج إلا ما عم بيشتغل راسه، عم يشتغل بقضايا الكورونا بالوباء، وما كان بيكفي اللبناني إلا هالعاصفة الهوجاء يلي إجت بالليل، تنين سموها، يلي بالفعل كانت مثل التنين لأنه وصلت سرعة الرياح ببعض المناطق خصوصاً ببيروت إلى 80 كيلومتر بالساعة. فاللبنانيين ما ناموا امبارح، أولاً من قوة الرياح، اثنين من القلق والخوف على الغد، ولكن نحن أبناء رجاء، وبالنتيجة قطع كتير على هالبلد من عقبات، من ظروف كتير صعبة، من تحديات دايماً كنا عم نواجهها، بس ما منقدر نواجهها لوحدنا إذا ما كان عنا تضامن مع بعضنا البعض لنقدر نواجه كل التحديات، إن كانت صحية ولا كانت من الطبيعة. والسؤال اليوم، من سيعود على اللبنانيين؟ يعني بال24 ساعة الماضية كل يلي تابع المؤتمرات الصحفية للمسؤولين من وزارة الصحة وغيره، للحقيقة ما كان في عدل وتوازن بتوزيع الخدمات على كل الأراضي اللبنانية، خصوصاً ما يخص الاستشفاء. فاليوم عكار، مستشفى حلبة في عكار هو المستشفى الوحيد بالمحافظة. اليوم النائب وليد البعريني عمل مؤتمر صحفي وقال ليه استثنت هذه المستشفى من المساعدات، يعني كمان هيدا السؤال يطرح. بالوقت اللي كمان عرفنا مبارح من عبر كمان حلقة على الام تي في انه معقول يكون عندنا مستلزمات طبية معينة نحن نروح نبيعهم، يعني ما نستفيد منهم، كيف ما بعرف الشعب اللبناني كيف بده يفكر فيها. ما بعرف اذا كيف عم بيعززوا لنا ثقتهم فيهم، يعني الدولة إذا ما عطت ثقة للناس، الناس ولا ممكن تقدر تستمر، بدنا ثقة. لليوم بعد ما في ثقة، ومن هيك بدنا نتضافر بكل جهودنا، وقضايا شخصية بدنا نبلش فيها، نحمي حالنا ونحصن حالنا، لأنه اليوم كل ما هذا الوباء بده شغلة وحدة، الوسيلة الوحدة تبعه هي إنه نحن شخصياً كل إنسان بده يعمل له حصانة معينة حتى ما يعدي الغير وحتى ما ينتشر الوباء أكثر. للأسف الشديد الناس هجمت على السوبر ماركت، هجمت، طلعت على التلج، راحت ما بعرف لوين، كان بين شخص وشخص في 10 سنتيمتر فقط، أكيد بدنا نلقط الوباء. من هون برجع بقول بعدنا قادرين على مستوى شخصي، على مستوى خاص نقدر نقطع مرحلة هي صعبة، ولكن ما ناخدها هيك باستلشاء، هذا اللي بحب أقوله، وخصوصاً الدولة ما تاخده باستلشاء. يعني الدولة شايفة حالها أنه هي عملت كتير إشي وعم بيهنوها، بس نحن كلبنانيين شايفين أنه بعدنا، يعني للأسف الشديد تأخرنا. معلومة بمعلومتنا لليوم، بعرف في كتير أضرار، بس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أصدرت بيان اليوم بيقول أنه في تضرر لعدد كبير من شبكات المي نتيجة العاصفة الهوجاء اللي ضربت لبنان بالساعات الأخيرة، مما أدى إلى انقطاع جزئي للمياه وفق الآتي: نتيجة النسبة المرتفعة للعكار بنبع المضيق، تم قطع المياه عن منطقة ساحل كسروان الممتدة من العقيبة ولغاية زوق مصبح وزوق مكايل. العاصفة أدت أيضا إلى ضرب خط أفقة وانقطاع المياه بالتالي عن مناطق بساحل ووسط وجرد جبيل. أدى انقطاع الكهرباء عن محطة جعيتا الرئيسية ومحطة قرنة الحمراء إلى انقطاع المياه عن منطقة المتن الأوسط الممتد من عين علا لغاية المطيلب. أدى عطل الكهرباء على آبار الدمور والناعمة إلى نقص في كمية المياه الموردة إلى منطقة بيروت اللي بتتغذى من خزانات تلة الخياط وبرج أبي حيدر. أدى عطل الكهرباء على آبار المشرف إلى انقطاع المياه عن منطقة برج البراجني، وسوف تقوم المؤسسة بتعويض جزء من النقص الحاصل على هالمنطقة من نبع الديشونية. وبتأكد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه فرق الطوارئ التابعة إلى باشرت عمليات إصلاح الأعطال لإعادة عملية التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، على أن تبقي المشتركين على اطلاع في بيانات لاحقة. يعني بين عكار وبين
القطاع كهرباء، أكيد اليوم في جزء كبير من المواطنين ما عندهم مي وأكيد ما عندهم كهرباء، وكلنا بنعرف هلأ أني بالصور إذا بنستعرضها سوا، يعني نحن اخترنا بعض الصور إن شاء الله نقدر نمرقهم على الشاشة لنقول قديش كان حجم الأعطال كبير، كتير حجم الأعطال كبير خصوصا بالشجر وعلى السيارات. وفي سؤال اليوم، نحن عم نمرق بعض الصور، وفي سؤال اليوم هل من تعويض على المتضررين خصوصا بالسيارات بالممتلكات؟ يعني ما بعرف إذا شركات التأمين مأمنة على السيارات بعواصف أو عوامل طبيعية مثل يلي صار ليل الأمس. بكل الحالات الحمد لله على السلامة، ما عنا أضرار بشرية الحمد لله، ولكن عنا أضرار كتير كبيرة بالسيارات وبالممتلكات، وبالتالي بدها ورشة كمان هيدي بكرة على كل الناس. اللي بدي أقوله أنه حمى الله لبنان، وبعرف اليوم كل البلديات مستنفرة، القائم مقامين، المحافظين، الدولة مستنفرة على كل الصعد بموضوع وباء الكورونا، ولكن كمان كل المؤسسات عم ترفع الأضرار، يعني من إن كان على شبكات الكهرباء، إن كان الأشجار يلي كلها واقعة ومكسرة. يعني في ورشة هلأ تنظيف بلشت من الساعات الأولى للصباح، خصوصا كمان بانويات الإعلانات على الأوتوسترادات وغيره. يعني في عنا كتير أضرار من هلأ ما فينا بعد نحصيها، لأنه بعد عملية التنظيف وغيره عم تتصير. إن شاء الله يا رب إنه تكون خلصت هالعاصفة هون، ووباء الكورونا إن شاء الله كمان كل إنسان يعرف كيف بده ياخد طبعا حذر، وكيف بده يحمي حاله ويحمي عائلته وكل يلي حواليه. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 باخد أول اتصال لليوم. ألو، هلو، تفضلي مدام ربيكا. تفضلي مدام. أنا كنت عم بسمع كل اللي عم تقوليه. نعم. أنا عم بحكي من راس بيروت امبارح، وقت اللي قلتي حضرتك عن المي إنه تصلح القصة اللي كان مكسور. نعم. وبده ينبش يوزن المي، ما في أربعة أيام ولا نقطة مي. مدام اللي صار، عملوا امبارح بيان اعتذار من مؤسسة برج جبل لبنان، وقالوا إنه المي يعني أخذ 48 ساعة إصلاح العطل على القصة الرئيسي بدبي. وعلى أساس امبارح بلشوا تدريجيا يعطوا المي، ولكن اللي صار واللي زعته ببداية الحلقة اليوم، هالعاصفة اللي اجت واللي أدت إلى انقطاع الكهرباء، ومن ميلة تانية على عقار بالمياه، ما عم تقدروا توصلوا على عدد كبير من المناطق، ومنهم المنطقة اللي حضرتك قاعدة فيها المي. يعني هلأ صرنا مشكلة تانية كانت نتيجة العاصفة اللي صارت امبارح بالليل. العطل تصلح، العطل الأساسي، ولكن صار في عطل تاني بسبب الكهرباء وبسبب العكار ببعض المناطق، ما فيهم يعطوا الكهرباء، المي فيها عكار. باخد اتصال تاني. ألو. ايه تفضلي. تفضلي مدام. تفضلي. ايه مدام ربيكا. نعم. بليز مدام ربيكا، أنا بدي أقدم شكوى بالأيو إيش. نعم. أنا عم بحكيكي من دبي. نعم. لأنه أنا أخيي من شهر كان بالمستشفى. نعم. وطلبوا مني مبلغ 26,000 دولار. نعم. نولتوا نتشك ثاني يوم. نعم. طلعت تشك أكثر ما هم بيستاهلوا، فقالوا لي بدي يرجعوا لي 4,200 دولار. نعم. هيدي من 22 يوم أنا اضطريت أنقله لخيي على مستشفى ثاني. نعم. فهلأ طالب أنا اضطريت أني أجي على دبي، بس خيي بعده من المستشفى وطالبين مني المبلغ. أنا بدي حول المبلغ، حطيته بتشيك بتاعتي عاد انه بدي ننقل من محل لمحل. فهلا لحد هلا كل يوم بيقولوا لنا بكره بتروح اختي، بيطلبوا منا انه بعد ما خلص الشيك، على اي اساس مخيي انا مضطره بدي ادفع بمستشفى ثاني؟ يعني انت تشيك ال 4,000 دولار، 4,200 دولار المفروض ينعمل من الجامعه الامريكيه اللي جاي يعطوك اياه، حتى انت تدفعي للمستشفى الثاني يلي هلا فيها خيك. نعم. وفي تأخير من مستشفى الجامعة الأمريكية. أنا بدبي، يعني أختي عم بتروح لهونيكي وبقولوا لها بعد ما صار تشك. هلا تشك أنا مدفعته من 25 يوم، يعني حلوا إنه يرجعوا لنا إياه لحد هلا بعده مضطرين نحن بدنا ندفع مستشفى ثاني. مدام يعني هذا الموضوع هيدي على إدارة المستشفى الجامعة الأمريكية، أكثر شيء كمان فيكي يعني أنت عم تحكيني من دبي. أتمنى كذا
قدمنا كذا شكوى ونزلت كمان مرت خيي وقدمت شكوى في شخص اسمه ماهر هو عم يتصل عم بيقولوا لنا تنين واربعه واربعه وتنين وتنين واربعه عملنا مثل الخميس بس هيديك اللوتو يعني فيها مصاري هيدا انتوا عم تدفعوا اللوتو عم يعملوا فينا مثل اللوتو بس نحن بالمستشفى الثاني مضطرين بدنا ندفع يعني انا لو موجوده هونيك اتس اوكي بس مضطره انه بدي ادفع مدام هلا بما انه عم بت يعني في اختك عم بتتابع الموضوع يعني أنا إذا بدي أتدخل إذا بدي تلفن على الجامعة الأمريكية بدي كل التفاصيل اسم المريض وباسمين التشيك ويعني حتى إذا بنقدر نحن نسرع بالموضوع نحن حاضرين بليز قدري سرعي لي بالموضوع حبيبتي لأنه ما بالمستشفى الثاني بدها مصاري هلا هن بيعرفوا إذا اتصلنا باسم مين و اسمي ما يحميدان عم بحكيكي ما يحميدان اسمي يعني منه معروف مين وتشكت كل جمعة بيقولوا لي طيب اوكي هلا رح نحاول نحن اهلا وسهلا فيكي كمان اتصال الو الو تفضل مسيو ايه يعطيك العافية سنت ربيكا اهلا اذا بدك انا بقدر بسميلك السوبر ماركت اللي انا واقف قدامه اذا بدك لا بس بدي اشتري علبة فول كان حقها 900 ليرة حقها 5000 ليرة هلا الدخان ب 5000 العلبة دبل يعني شو بدنا كماليات بس علبة فول كنت عم بشتريها ب 900 ليرة الأسبوع الماضي هلا حقها 5000 بدك بسمي لك السوبر ماركت اللي واقف قدامه من أكبر سوبر ماركت بالبلد لأقول لك شغلة هي الموضوع مش بس سوبر ماركت في موضوع تجار وأنا بتمنى على حماية المستهلك تتوجه عند التجار قبل ما تتوجه كمان يعني لازم تتوجه على السوبر ماركت مش عم بقول لا لأنه مثل ما عم بتقولوا أنا من أول نهار عم بحكي عم بقول يعني الواحد إذا عم يحسب على الدولار نفترض كمان ما فينا في سلع أساسية ما فينا نضربها بخمسة ولا ممكن في ناس عندها ستوكات من قبل أيلول يعني من قبل ما تبلش الأزمة المالية وهالتجار هن اللي عم يلعبوا بالسوق وعلى حماية المستهلك تتوجه عند التجار وعرفت انه راحوا عند بعض التجار قالوا لهم اوكي اذا وقفتوا نحن منوقف يعني هددوا انه يوقفوا يبطلوا يسلموا بضاعة يعني شو هالحس الوطني ما عم بقدر افهم وين الحس الوطني بظروف يعني وخصوصا مع وباء اليوم عم يطلبوا من الناس ما تعمل تجمعات يعني اللي عم يوصل على السوبر ماركت تياخد قد ما بياخد يروح على بيته في شيء مش ظابط بالبلد بدها رقابة أكتر معك حق قلت لي وين وين ما قلت لي أستاذ كل السوبر ماركت كلها بيرجع منبع واحد هي التاجر يلي عم بيسلم وصل الجشع لدرجة يزيده 5 و6 مرات هيدا شيء مش مقبول إطلاقا يعني ما بعرف شو بعد لازم ينعمل حتى نقول يا جماعة خليكون عندكم حس وطني شوية حس بيخد اتصال آخر وهون بين هلالين أنا ما رح أسكت على موضوع المطهرات ولا رح اسكت على موضوع فحوصات المخبرية للكورونا هيدي على الدولة اللبنانية انه توضع ايدها على هذا الموضوع لما بيكون في وباء الدولة بتحمل مسؤولية الدولة هي بتدفع الناس لتعمل الفحوصات اليوم ما حدا معه 150 ألف ليرة ولا حدا معه 300 ألف ولا حدا معه 400 ألف لروح يعمل هذا الفحص من هون منبلش نحنا نساعد الناس تقطع هالمرحلة الصعبة كمان اتصال الو الو مرحبا اهلا مرحبا انا الاتصال تبعي وانا هالتلفزيون هذا بحبه كتير الان تي في اهلا فيك لك موضوع الكهرباء الاشتراكات يا عمي ذبحين العالم ذبح نحن انا من طرابلس من المينا منطقه المينا نعم العالم ذبحين ذبح بالاشتراكات يا عمي ثلاثه امبر حقهم 60,000 برغم انه الميزوت نزل وما في عدادات بتقول لهم بدي ركبك عدادي بيحطوا عليك رسوم وبدي ركبه بيقولوا لك من الركب ديجانتير اجاك بدك تنزل من خمس طيبة ترجع ترفعه يعني مليون شغلة يعني بيحطوا لك عرقولة مشان ما تحطي عداد مع انه مبارح يعني من يومين حماية المستهلك وقفت اصحاب والدات لانه مش حاطين عدادات عم تفهم علي؟ ايه فهم انا هلا بموضوع الاسعار النفط عالميا نزل مزبوط نزل بس نحن امبارح مجلس الوزراء ثبت السعر يعني ما نزل ثبت السعر يعني هال 5000 ليره اللي كان عم ينحكى عنها بقيت موجوده ثبت السعر عليها يعني ما بقدر هلا هذا الشهر اقول انه
وطي سعر المازوت. نحن معروف يعني انا قلت يا ريت قدام القرار حتى ارجع اقول بفتكر 423 ليره حسبوا كيلووات الكهرباء وضرب اكيد اذا 5 امبير اذا 3 امبير اذا 15 امبير، بس انه ما فينا نتحجج ما في عدادات من جهه ولا فيها كمان الامور تبقى هيك سايبه. عندنا بريك وبعده منتابع. منتابع الحل عنا وباخذ اتصال جديد. الو الو اهلا مسيو تفضل. بونجور بونجور مدام ربيكا، معك عادل من بصلين. ايه اهلا استاذ عادل تفضل. تحية عينك، في صار لي من الصبح بتصل بشركه الكهرباء بخصوص خط التوتر العالي اللي بيربط بين صليم والجمهور. ايه مقطوش الكابل وواقع على سطح البنايه عندي، وصار لي من الصبح بتلفنوا ما حدا بيقولوا لي ايه عم تطلبون على 06 انت ما هي يعني مش حي الله يعني. اكيد عم تطلبون على 06. ايه نعم. استاذ عازل بعرف انت بتخيفين انه يكون في كهرباء عليه الخط وفوق بيتك اكيد ومع المي السطح محطوط على سطح البنايه. ايه اكيد خطر يعني ومع المي، بس قد ما في عندهم اليوم اعطال يعني عم بيرفعوا الشجر وغيره، بس نحن كمان رح نحكي معهم بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيك، لانه يعني هذا خط توتر عالي يعني منه خط عادي. اهلا وسهلا فيك. بكل الحالات انا بدي احط ارقام الشركات مقدمي الخدمات بالكهرباء اللي عنده اي حاله عطل او اي شيء تيتواصل معهم، نحن راح نحطهم على الشاشه حتى كل الناس تعرف، لانه امبارح حدا كمان من الخلده طلبوني، كانوا بعضهم عم يطلبوا 1787 قلنا لهم هيدا ما عاد. اليوم انا عم بحطهم على الهواء حسب كل منطقه بمنطقتها. باخد اتصال بهالوقت والناس تشوف على الشاشة عم بيضمن يقطعوا. ألو 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 تفضلي. إيه بونجور مدام ريكا. بونجور. ولو بدي أنا بسوي على شغلي وحدة، أنا جوزي بيخدم باللواء 11 بالجيش. نعم. بنقاش. نعم. خلصت الثورة وقسي الحجز ماشي الحال، كل ست ايام صار يبعتوهم يومين على البيت الى اخره. هلا بموضوع الكورونا، فيما هب ودب بالجيش والعديد كثير كبير، يعني عم ياخذوا الاحتياطات، مثلا عم بيحط زوجي ماسك، عم بيحط الهيجين عائلي، عم بينظف، عم بيعقم، بس انا عن جد بستغرب مثلا قوى الامن الداخلي، الامن العام، كلهم عم بيضبطوا لهم خدماتهم، يا هلا مفرطين مثلا على جمعتين بيفرط مثلا 14 يوم، الجروب الثاني بيقسموهم هن جروبين، فاذا واحد انصاب بيعرفوا مثلا فلان اللي هو جروب العشر اشخاص. نعم. مضبوط ولا لا؟ نعم. ما في الا بالجيش، بيطلعوا بيحكوا مع العائد تبعهم، بيقول لهم العائد انا ايش فيه؟ عمين انا ايش؟ طب ما انت ايش شغلتك يا حضره العائد؟ لقلك شغله. الكل اليوم لا. كل التجمعات كانت، وهون تحية كتير كبيرة للجيش وللقوى الأمن يلي ما فيهم يوقفوا أبدا اليوم حتى حافظوا على الأمن وغيره. أكيد قيادة الجيش مفروض تكون أخذة إجراءات، والعائد يمكن عم بيلتزم بقرارات القيادة. هلأ إن شاء الله صوتك معك حق، في قلق وفي خوف، معك حق 100%، ونحن بتمنى صوتك وصال لقيادة الجيش تاخذ إجراء بكل مع كل الوحدات تبع الجيش وين الألوية، حتى كمان نحمي جيشنا اللبناني ونحمي عائلاتهم كمان. معك حق يعني، أنا بشكرك أنت كمان عم تلفتي كمواطنة، ونحن علينا كمان نلفت نظر القيادة حتى تحمي جيشها وعائلاتهم وكل الناس طبعا يلي بتشتغل معهم. باخد اتصال. ألو ألو مرحبا. مرحبا. إذا بتريدي بيطلب منك مساعدة ضرورية، أنا صلي سنتين بلا شغل، ومرتي وابني معهم سكري وبياخذوا انسولين. نعم. ماني قادر اجيب لهم انسولين وشرايح، ومكسور على ايجار بيت 4 شهور. وين باي منطقه استاذ؟ انا بطرابلس. ما حدا اتصل فيك؟ ما حدا ساعدك؟ دقيت باب حدا؟ دقيت كثير، حسيت حالي متأني عم بشحدهم. لك شغله، ما بدي الانسان بهالايام يحس حاله عم يشحت، لانه الانسان عم بفتش على شغل، هيدا انسان بده شغل شو ما كان، وانت منهم.
انت يأمنوا لك شغل منك بحاجة، بس اليوم كلنا بنعرف وضع العمل كيف عم بيصير، واكثر من هيك زيت الكورونا والناس عم تعمل مناوبة اليوم يعني حتى نخفف اقدر الامكان، ولكن اذا في حدا عم بيساعدك بتمنى ما يمننك، بتمنى لانه المساعدة منا واحد عم بيمنن التاني، مفروض كلنا نتضامن بهيدي الظروف. هلأ تكلنا رقمك اذا بتحب، ومنشوف اذا حدا بترابلس في جمعيات، في حدا عم بتساعد وقريبة منك بلكي بتتواصل معك. أهلا وسهلا فيك. يعني أنا اللي بدي أقوله اليوم الحاجات عم تكتر، والناس وكتير عم يجيني اتصالات خصوصا بالأجارات، يمكن في ناس بتعيش من الإيجار، بس في ناس ما عاد تدفع وما فيها نحطها كمان على الطرقات. بدنا قد ما بنقدر ندعم بعضنا كمجتمعات حتى نقطع هالمرحلة هيدي. اتصال. ألو. ألو. أهلا مسيو، تفضل. الله معك. أهلا، يعطيك العافية، عم بحكيك من أشرفية السوفي. ايه أهلا مسيو. إلي لنا خمس أيام ما في ماي تشرب. لقلك شغلة يا أستاذ، كان في عطل بالقصر الرئيسي تبع دبي، تصلح مبارح، أخذ 48 ساعة شغل. هلأ مفروض كانت ترجع الماي تدريجيا، اللي صار الأعطال نتيجة العاصفة أخرت الماي، إن من ناحية العكار أو من ناحية انقطاعات الكهرباء على المحطات، عرفت؟ صار في مشكلة تانية. هلأ هذا اللي بدي اقول لك اياه. صورة اليوم نشوفها سوا. امبارح قفلنا الحلقة على صورة اليوم، ما حطينا الصورة، بس بدي حي الصليب الأحمر اللبناني اللي فعلا هني بكل الظروف دايما حد المواطن اللبناني. بدي اقول لهم الله يحميهم، وبحيي كل العاملين اليوم، إن كان صليب أحمر ولا إسعاف ولا أي إنسان عم بمد يد الخير لإنسان تاني حتى قل له شكراً. إن شاء الله بنعطيكم موعد نهار التنين المقبل. أهم شيء الزموا بيوتكم، انتبهوا على حالكم. إلى اللقاء.